بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الحق تبارك وتعالى يحدثنا في سورة ياسين الآية 20 عن رجل جاء سعيا يسعى مسرعا لكي يقدم نصيحة لقومه، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل الناصح الأمين ليس عنده واعز من خلال هذا السعي إلا تقديم النصح والمشورة ومحبة للناس أن يهدي الناس وأن يرشدهم إلى فعل الخير. وفعلا هناك أناس جبلوا على فعل الخير، يحب الخير للآخرين، فتراه يبذل من ماله من صحته من وقته في سبيل أن يقضي حاجة إنسان، في سبيل أن يقدم خدمة للإنسان، في سبيل أن يقدم نصيحة لأخيه الإنسان. أكو ناس فعلا مستواهم التربوي عالي، مستواهم الإنساني عالي، الحس الإنساني عندهم مرهف عالي، لذلك ما يحب أن يشوف مظلمة هنا أو منقصة هنا، فيبادر إذا مشكلة يروح يعالجها، اثنين متخاصمين يروح يصالح بيناتهم. هذا روح الإيمان، هذا هو روح الإيمان. وهدف كل رسالة سماوية هو أنه الإنسان يصل إلى مستوى من الرقي والحس المرهف والإنسانية المترقية، يصل إلى هكذا مستويات. لأن الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: أحبب لأخيك ما تحب لنفسك، ليس المقصود فيه الأخ البيولوجي فقط، لأن هذا بطبيعة الحال الإنسان يحب أهله أقاربه أخوانه اللي يشترك معهم في الدم. التوسعة أعم، أحبب لأخيك الإنسان، أحبب لأخيك، ما قال المؤمن، قال أحبب لأخيك يعني أخيك الإنسان، ما تحبه لنفسك. يزرع فينا روح الخير صلى الله عليه وآله، يزرع فينا روح المحبة صلى الله عليه وآله، يزرع فينا روح المساعدة صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الإنسان تطرأ عليه أيها الإخوة والأخوات بعض الظروف البيئية التربوية الخاطئة تجعله بدل أن يكون إنسان محب للخير يكون إنسان محب للشر. بعض الناس سبحان الله جبلوا على الشر، يعني ما يحب الخير للآخرين أبدا، فقط تفكيره تفكير مريض شرير، شلون يؤذي الناس، كيف يعرقل مصالح وأعمال الناس، يقوم يفتن على هذا، يسعى في خراب البيوت العمرانة، يخاصم بين اثنين، يدخل بينهم الشحناء والبغضاء والعداوة، أسرة متكاتفة سعيدة يدخل بيناتهم يشحن الأب على الأم، الزوج على الزوجة، الابن على الوالد، وهكذا يوجد فتنة بين الناس. أكو ناس جبلوا على الشر، وهناك أناس انتهى جبلوا على الخير. يعني هذا الرجل وجاء من أقصى المدينة، يعني من آخر المدينة، من أطراف المدينة، مو قرية، مدينة يعني تشتمل على عدة ألوان من أنواع الحياة، مدينة من أقصى المدينة جاء شنو سعيا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى يعني حثيث السير سعيا حتى يقدم نصيحة للأمة للناس، يا قوم اتبعوا المرسلين. ما إلى مصلحة غير حب للخير يقدم لك نصيحة. ولذلك
الإنسان إذا جاءك رجل ناصح أمين تقبل نصيحته. خير الناس من أهدى إلي عيوبي. واحد يقول لك عندك مشكلة هنا، ترى أنت عندك خطأ هنا، لا تستثقل هذا، لا تستثقل، لأنه فقط الطاغوت اللي الدكتاتور اللي ما يقبل النصيحة. عبد الملك بن مروان في التاريخ عندنا لما وكان يسمى بحمامة المسجد هذا، لأنه معتكف دائما في المسجد يعبد ويصلي ويظهر النسك والعباد، ما أن أصبح خليفة المرواني عبد الملك، وقف في منبر دمشق قال: من يأمرني بتقوى الله بعد مقامي هذا ضربت عنقه. يقول أي واحد يقول لي اتقي الله بعد ما صرت خليفة أنا أضرب عنقه، لماذا؟ يستحل دمه. يقول لك لأنه أنا في منصبي فوق النصح، فوق أنه واحد ينصحني وكأنه معصوم صار بعد. وهي ثقافة للأسف موجودة حتى الآن عندنا، بعضهم الآن يستكثر هذا الكلام أنه عبد الملك يقفها، لكنه بعضنا ينزعج لما نقدم له نصيحة، لما تظهر له خطأه، سواء كان خطأ علمي، خطأ حياتي، أسلوبه مو صحيح، لما توجهه تكشف له أنه يابا أنت غلطان هنا ينزعج، وأنت شو خصك؟ يقول لك وأنت شو خصك؟ شنو دخلك بيه؟ عليك بنفسك. لاحظ، هذه شعبة من شعب الغرور، شعبة من شعب النرجسية، أن الإنسان يعبد نفسه للأسف، بحيث لا يرى لنفسه عيبا ولا يرى أحدا أمامه، وبهذا بالتالي يؤدي به لأنه يحرق أعماله. هذا إنسان ما أن تحركه تستفزه يحرق كل أعماله، يستخفه الطرب ويستفزه الغضب. هذه ليست من علامة المؤمن، بل المؤمن إذا جاءك رجل مستنصحا قدم لك نصيحة، إنسان على كل يسمع من عنده، لأنه بالتالي الإنسان عنده واعز الرقي، أنت عندك واعز أن تترقى في حياتك، في أسلوبك، في تعاملك مع الناس، في تربيتك، في أسلوب كلامك. دائما الإنسان يطمح إلى الرقي، ولذلك مع هذا الطموح إذا لازم تتقبل النقد. النقد يجب أن تتقبله، لماذا؟ لأنه هذا يثري تجربتك، النقد يثري تجربتك، لأنه يكشف العيوب هنا وهناك. مثل واحد يبني له بناء ويعرضه على خبير، يقول له كيف تجد هذا البناء؟ يقول لك عندك نقص هنا، فتروح تسد هذه الثغرة، تحصن البناء نتيجة النقد، لأنه لولا ناقد بصير ينتقد لك هذا المشروع، هذا البناء، أنت ما قدرت تعرف هاي الثغرة هنا شنو، فحصنت بناءك نتيجة نقد بناء. ولذلك ثقافة النقد يجب أن يكون عندنا، هاي الثقافة أنك أنت تنتقد وتنتقد، ما تنزعج من هذا الموضوع. لماذا؟ إذا كان النقد بناء، ليش يسمون النقد بناء؟ لأنه من خلال النقد الإنسان يتعرف على نواقصه فيتلافى النواقص، يتلافى الثغرات، يحصن وضعه، سواء كان نقد علمي أو نقد سلوكي. يابا هذا السلوك مشيك، هذا سلوكك في الحياة، طريقة تعاملك مع الناس مثلا غير محببة، لو تغيرها، وبالتالي هذا تحصين إلك. فالنقد البناء يجب أن يكون عندنا واعز إليه، أنه إحنا نتقبل هذا النقد البناء. لماذا؟ لأن هذا فيه إثراء لتجربتك الحياتية، لأنك أنت المفروض طامح أن تترقى أكثر. كذلك أنه تنتقد وتنتقد، يكون عندك قابلية ويكون عندك مستوى من الشجاعة أن تنتقد الآخر، لكن نقدا بناء. ما دام أنت تتقبل أن واحد ينتقدك، أيضا أنت انتقد،
إذا تشوف حالة غير صحية بالمجتمع عند الأفراد يهمك أمرهم تنتقدهم، ولكن نقدك أيضا يجب أن يكون نقد بناء وليس نقد هدام وليس نقد مغرض، لا نقدا بناء. فتقول عمي أنت عندك مشكلة هنا، أنت أخطأت هنا، خير الناس من أهدى إلي عيوبي، وماكو إنسان بالتالي كامل إلا المعصوم. فإذا الإنسان شلون تعرفه مترقي متحضر؟ أن يتقبل عند سعة صدر، يتقبل النقد، واحد ينتقده ولكن نقدا بناء يتقبله. وأيضا إذا جاءك ناقد يعني أنت أيضا يكون عندك هذه الثقافة، وهي أنك إذا رأيت اعوجاجا قومته بنقد بناء، لأنه هي هذه وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من رأى منكرا فليغيره إما بيده أو لسانه أو بقلبه وذاك ضعف الإيمان، يعني شنو؟ هذا يشجع روح النقد، لأنه إذا ما يكون نقد يكون عندنا خط واحد، يكون عندنا أنه نزورق للآخر كل ما يقول كل ما يفعل، يصفقوا له ويزورقوا له، هذا ما ينصحه، هذا يغشه، هذا يصير عندنا احنا يصير عندنا مجتمع جاهل. لماذا؟ لأنه يرفض النقد. الأفواه التي تنطلق بالنقد يجب أن تنظر، هل هذه الأفواه أفواه ناقدة بناء، نقد بناء أو لا، هذا نقد هدام، هذا نقد عن حسد وغل وعداء، وليس نقد منصف وليس نقد ناصح. إذا كان ناصحا بناء فمرحبا به ويجب أن تتقبله، ولكن إذا كان نقد لا مزري، هو نقد بناء ليس بناء، هدام، نقد ينم عن غل وليس عن نصح أمين، عند ذلك هذا النقد لا يعتنى به. لأجل ذلك بعض الناس يتقبل هذه النقد، إذن هذا إنسان مترقي، هذا إنسان يحاول أن يرقى بنفسه أكثر، يرقي نفسه، ولذلك يتقبل النقد، لأن يعرف الإنسان مهما وصل ومهما بلغ هو غير معصوم، وبالتالي عنده قصور، يبما هذا الأسلوب الطرح مالته غير موفق، هو يتصور كأنه صحيح، فيجي واحد ناقد بناء خبير يقول له لا، يسجل عليه ملاحظة، وهذه تثري تجربته. للأسف كثير من الشعوب، كثير من الناس متدين ولكنه متحجر. من أي ناحية متحجر؟ أنه ما يقبل النقد. إذا رأيت إنسان لا يقبل نقدا، سواء كان نقد علمي أو نقد سلوكي، اعرف أن هذا عنده شعبة من شعب الجهل والنرجسية، يعني يعبد نفسه، هذا لا يرى أي عيب في نفسه، كل ما يقدمه يعتبر هذا صحيح 100%، هذا هيك إنسان جاهل، حتى وإن كان عالما لكنه عنده شعبة جهل، والإنسان بالتالي مو كامل. أما الإنسان اللي يتقبل النقد، وأؤكد على النقد البناء، فهو إنسان طامح لأن يرتقي، لأنه بالتالي هذا النقد البناء يثري تجربتك سواء كانت علمية أو كانت سلوكية. نعم، النقد الهدام، النقد اللي لا يبني وإنما يهدم، لأنه ينتج عن خلفية عدائية، عن حسد، عن غل، هذا نقد هدام، هذا الإنسان لا يعتني به. فإذا يجب على الإنسان أن يفرق بين هذا النقد. اليوم إحنا للأسف نعاني من هاي خلط المسائل، من جانب أنه يابا يجب أن يكون باب النقد مفتوح. نعم صحيح، النقد مفتوح، لكن أي نقد؟ نقد بناء. أما أنك أنت من باب بعنوان النقد ولكن خلفية هذا النقد الهدم، نقد هدام، نقد خلفيته عدائية،
ينبع عن الحسد والغل والعداء، وليس نقدا بناء نقد ناصح أمين. هذا يجب أنه الإنسان لا يعتني بنقد الهدام، خصوصا الإنسان الناجح توجه له سهام مغرضة، سهام ليلا ونهارا لتعطيل مشروعه ولو بعنوان النقد. وبالتالي الإنسان لازم يغربل هذا النقد من وين جاي، هل صادر من إنسان ناصح وبالتالي إنسان يقبل هذا النقد. لكن إذا هو نقد مسموم، إذا هو نقد هدام خلف أيديولوجية تحركه، خلف مثلا ثقافة معينة لغرض منها العداء والحسد والغيل، لا، هذا النقد ما يعتني به الإنسان وما المفروض يرتب عليه أثر، لأن هذا هدفه شنو النقد الهدام؟ هدفه تعطيل مشروعك، فإذا تعطل مشروعك أنت وافقتهم أو قمت بالذي يريدونه من هذا النقد وهو تعطيل مشروعك. لا، إذا كان نقدا هداما يجب عليك أن تقف منه موقفا وموقف عدم المبالاة. ما المفروض تتعطل الهمة نتيجة نقد حاسد أو حاقد أو عدو؟ لا، هذا نقد واحد مريض. شلون تعرف هذا النقد؟ هل هو نقد بناء أو نقد هدام؟ تشوف الجهة اللي تطلق هذا النقد منه، هل هذا إنسان عنده مقومات الناصح الأمين؟ هل هو هذا إنسان سوي وبالتالي ينقد نقدا بناء؟ أو لا، هذا الإنسان خلفيته غير إنسان سوي، لأن هذا إنسان مأجور مرتزق، هذا يقبض من دوائر مظلمة، هذا يحرك المال وبالتالي يجيك باسم صحفي، باسم صاحب قناة أو باسم صديق، لكنه خلفيته هو إنسان مأجور أو حسود، فبالتالي هذا ما تتقبل من عنده ولا تخليه يأثر على مشروعك وطموحك ورسالتك في الحياة، سواء كان نقد علمي أو سلوكي. ما دام هو إنسان غير سوي لا تقبل منه، لأن هذا نصحه، لن نقده لن يكون نقدا بناء، بل نقد يحمل أفكاره وأيديولوجيته وخلفيته المريضة البغيضة، فلا تعتني بنقده. نعم، واحد ناصح أمين تعرفه إنسان خير، أو هاي الجهة جهة أمينة، فلما تنتقد حالة اعرف هاي الحالة غير صحية. إذن حتى يجب أن يكون عندنا ثقافة النقد، سواء كان نحن ننتقد أو ننتقد نتقبلها بشكل عام، ويجب أن يكون عندنا ثقافة أن نغربل هذا النقد، هل هو نقد بناء أم نقد هدام. إذا كان نقد بناء تتقبله، إذا كان نقد هدام تقف منه موقفا. ومعرفة النقد البناء والهدام من خلال من يطلق هذا، من هو المنتقد، لازم تعرف هذا اللي ينتقدك من هو، أيديولوجيته شنو، خلفيته شنو، مرتزق هذا أو لا واقعا ناصح أمين. لأنه الإنسان المنتج المثمر الناجح في الحياة يتعرض للنقد دائما، إما من إنسان يحب للخير والإثراء في تجربته فيجد عندنا نقيصة ثغرة ينتقده، لكن من باب النصح، وإما من حاسد حاقد ما يتحمل نجاحك فينتقدك حتى يعطل مشروعك. بالتالي الإنسان الناجح يتعرض إلى النقد، ولأجل هذا كله نجد أن رموزا عندنا كثيرة تعرضت للنقد والانتقاد، لكنه كان نقدا غير بناء، نقد هدام خلفيته سياسية أو إيديولوجية أو غل وحسد، لم يتعاملوا معهم ولم يعتنوا بنقده إطلاقا. لماذا؟ لأن هذا إنسان مأجور، هذا إنسان يشترى فينتقدك لأجل غاية وهدف مشترينه، فلا المفروض
تعطل مشروعك ويتعكر مزاجك لأنه فلان انتقدك، أو صحيفة انتقدتك، أو صحفي نشر خبر أو مقال أو خبر أو صديق أو أيا كان، لازم تعرف خلفيات هذا النقد. لذلك أئمتنا سلام الله عليهم ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله دائما كانوا يهجمون عليهم ينتقدوهم، لكن السبب شنو الانتقاد؟ كان السبب الغل والحسد والحقد، لأنه مصالحهم انضربت مع مشروع النبي صلى الله عليه وآله والإسلام، فكانوا يهجمون عليه يتهموا بالكذب وبالشعر وبالسحر وبالجنون وكل شيء. النبي ما اعتنى لهم لهذا النقد، لأنه هذا نقد واحد حاقد، حسد حقد أعداء، وبدأ واستمر في مشروعه اللي هو مشروع السماء. كذلك أمير المؤمنين عليه السلام بدأت الهجمات عليه وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا، ثم تطورت إلى أنه أبواق دولة مثل بني أمية يسقطون به، يشتمونه يلعنونه، ما خلوا معيب إلا وألسقوه به، ولكنه عليه السلام لم يفتر عن مشروعه اللي هو مشروع رسول الله وهو مشروع السماء، بقى على صامد صابر على سلوكه على نهجه القوي، لأن هذا هو أحد أهم أسباب شلون تواجه النقد الهدام. هذا السؤال، كيف تواجه النقد الهدام؟ تواجهه بأن تحافظ على مسلكك وعلى نهجك، سلوكك سلوك صحيح، بدليل أن هذا النقد الهدام يتوجه لك معناته أنت سلوكك صحيح، لو لم يكن صحيحا لما أغاض الأعداء عليك، معناته أنت تخطو خطوات صحيحة، بدليل أن الحسد والأعداء بدأوا ينتقدونك يصرخون عليك، إذن مشيك صحيح، إذن توجهك صحيح، إذن سلوكك صحيح. آخر في سنة أوائل 2020 طلعت دراسة أن الإسلام أكثر دين انتشاراً في أوروبا، أكثر دين ينتشر في أوروبا الإسلام، هاي أوائل 2020 وطلعت هاي الدراسة من أوائل 2020 إلى شهر السادس، يعني 6 أشهر من 2020 وفي زمن كورونا هذا الوباء المستشري، عملوا دراسة أن الإسلام أكثر انتشاراً، أكثر دين ينتشر في أوروبا الدين الإسلام. بعدها تشوفون حضراتكم قبل أسبوع تخرج هذه الصحيفة المأجورة المغمورة، صحيفة أبدو الفرنسية، تخرج لنا هذه الرسوم الكاريكاتيرية على النبي صلى الله عليه وآله مارشيل أبدو. ليش؟ لأنها هذه إخراجها لهاي الصور والكاريكاتير المسيء لشخص النبي صلى الله عليه وآله، هذا يكشف على أنهم ناس مرتزقة مأجورين ينتقدون بهذا الأسلوب الساخر الهدام. طبعا هذا مو نقد بناء، لو نقد بناء تكتبون مقال علمي تناقشون به الإسلام، مو أن تهزون من رسول الله، هذا نقد هدام. هدفه شنو؟ خلفيته شنو؟ واضح، ناس حقد أعداء أو واحد دافع لهم صحيفة مأجورة يدفعوا لها مرتزقة. هذا دليل على عظمة الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وآله هذا الرجل متربع على عرش العظمة في قعر أوروبا، هو أكثر شخص يحترم من قبل النفوس، كل الناس تنظر له باحترام وهيبة وعظمة ومحبة، فحاولوا أن يطعنون في قداسته، وإلا شنو الإصرار على هذا الصحيفة؟ لماذا تنشرون هذه الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وآله؟ هذا دليل على عظمة الإسلام. لو كان الإسلام فاشل، دين متلكئ متعطل، ما تروح تتعرض لها. ليش ما تتعرض إلى أديان أكل الدهر عليها وشرب؟ لأنها أديان متعطلة خرافية فاشلة.
هذا دليل على أن هذه الصحيفة فرنسية لما تظهر هذه الكارثة دليل على أن هذا الإسلام بدأ ينتشر بقوة من خلال المنطق والعقل، وأن هذا الشخص الرجل العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله يتربى على عرش العظمة. فأرادت هذه الصحف المأجورة الصفراء أن تحاول أن تهدم هذه القداسة للنبي صلى الله عليه وآله، لكنهم لن يفلحوا ولم يفلحوا. ولأجل ذلك النقد الهدام عليك أن تتجاهله ولا تعتني به ولا تفكر به. لماذا؟ لأنه غير ناصح أمين بل هو هدام. فكل إنسان ناجح يتعرض إلى هذه المستويات، حتى المقدس. ولذلك أسلفنا رسول الله أمير المؤمنين ما سلموا من سهام النقد، لكنه نقد هدام ولم يمنحهم في الاستمرار في حركتهم في صناعة التاريخ. كذلك ونحن نعيش في أيام شهادة إمامنا المجتبى سلام الله عليه في 7 من صفر، أيضا إمامنا المجتبى الإمام الحسن تعرض إلى سهام النقد الهدام بامتياز. لاحقته سهام بني أمية وبن العباس، دولتين، بني أمية امبراطورية وبن العباس امبراطورية كبيرة، سخروا ماكنتهم الإعلامية وكتابهم في سبيل تحطيم قدسية الإمام المجتبى. بني أمية لأنهم رأوه تهديدا لسلطان معاوية وأسموه بعد ذلك قتلوه مسموه. لكن قبل هذه العملية الاغتيال كانت يسبقها أسلوب النقد الهدام، منه محاولة طرحه على أنه رجل مشغول بملذاته وأنه باع الخلافة بمجموعة أموال وأنه تنازل لمعاوية لأنه يرى معاوية أولى منه. طبعا هذا كله تسخير إعلام الأموي الكاذب. الإمام المجتبى عليه السلام عنده خطة إلهية، دوره هذا أن يحفظ البقية الباقية ويحفظ لنا سيد الشهداء ويحفظ مهجته لعشر سنين، لأنه لولا الحسن لقتل الحسين، لأبيد التشيع مطلقا. الإمام المجتبى بصلحه مع الإمام مع معاوية، الإمام الحسن بصلحه مع معاوية عطل الاغتيالات 10 سنوات، لأن حجر بن عدي الكندي وعمر بن حمق الخزاعي ما قتلوا زمان الإمام الحسن. بعد شهادة الإمام الحسن بدأ معاوية اغتالهم. إذن هاي الفترة أعطى فرصة للشيعة أن ينتشروا. في هاي الفترة هاجر شيعة كثيرون من الكوفة إلى قم، وأسست بلدة قم على أثر هذا. الأشاعرة وغير الأشاعرة هاجروا في هاي الفترة. لذلك الإمام المجتبى أعطى فرصة إلى أنه التشيع يأخذ حيزه في الوجود، وحافظنا على البقية الباقية من أهل البيت، فبالتالي هو الذي يمهد الأمور إلى كربلاء وحفاظ ويحفظنا الحسين عليه السلام 20 سنة. الإمام الحسن في خطوة الاستراتيجية العظيمة الذي هو مأمور من الله بأن يقوم بهذه الخطوة، كما حاله حال جده رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله الذي صالح سهيل بن عمرو 10 سنين. كذلك أمير المؤمنين عليه السلام عقد اتفاقية مع معاوية في دومة الجندل وتكاتب وياه والتزم به، لكن معاوية غدر وفجر على طبيعته. كذلك الحال مع الإمام الحسن. إذن وجهت سهام نقد بن هدام وليس بناء من قبل بني أمية على الإمام الحسن، وانتهى الأمر بأن سم على يد جعدة زوجته بسم بعث بها معاوية، ووجهت له سهام لا تقل قسوة من سهام بني أمية من قبل العباسيين. في تاريخ اللي كتب زمان العباسيين يطرحوه على أنه رجل مطلاق ويتزوج ويطلق، وزوجوه أكثر من 200 امرأة.
للإمام الحسن. كل هاي روايات باطلة، الهدف منها تحطيم قدسيته. لماذا؟ لأنه بني العباس كانوا يشعرون بالتهديد الحسني لهم، أولاد الإمام الحسن، أحفاد الإمام الحسن كانوا يشكلوا عماد للثورة ضد العباسيين، فأرادوا أن ينتقموا منهم، يضربوا رأسهم وعمود خيمتهم. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حاولوا أن يطرحوه. المنصور الدوانيقي في رسالته لمحمد النفس الزكية يصرح ويعبر كلمات غير لائقة عن الإمام الحسن، وأنه باع الخلافة وكذا وكذا. لاحظوا، سهام نقد غير بناء بل هدام، في هكذا نقد وهذا أسلوب. مثلا يقول لك الإمام زوجه 200 امرأة، طيب إذا متزوج كان 200 مرأة، يعني الزوج يقول لك كان يطلق بالمجموع، يطلق 4 ويتزوج 4، يطرحوا كأنها ما عنده شغل وعمل غير يتزوج. طيب سؤال، إذا رجل متزوج 200 امرأة يطلق 4 ويتزوج 4، على الأقل عنده فد 50 ولد من 200 امرأة، لكن التاريخ يحدثنا عنده 5 أولاد فقط، 5 أولاد فقط، من وين يجول 200 مرأة؟ وتاريخ حدثنا عن 4 بنات إله سلام الله عليه، 4 بنات فقط للإمام الحسن، 4 بنات. ولذلك هذه القبور هاي اللي تشوفوها منتشرة في المناطق خصوصا في العراق، بنات الحسن باسم بنات الحسن، هاي كلها كذب، هاي ليست بنات الحسن، كلها قبور علماء زمان الدولة العثمانية كانت تهدمها القبور العلماء، فاضطر الناس يسموهم بنات الإمام الحسن من أهل البيت، فكانت الدولة العثمانية تحفظ لأهل البيت كرامتهم، فذا من بنات الإمام الحسن، ما يكتبون أولاد لأنه التاريخ ما ذاكرهم، يقول لك هاي نساء ما كان يذكروها في التاريخ، فيقول لك بنات الإمام الحسن، لكنها مو صحيح. الإمام الحسن ليس عنده إلا 4 بنات في التاريخ و5 أولاد، طيب إذا عنده 200 زوجة على الأقل عنده فد 50، هذه كذبة كبرى يراد منها النيل من قدسية الإمام المجتبى. الإمام المجتبى عليه السلام أدار المعركة مع أقسى وأخطر الأعداء وهو معاوية. معاوية كان محتال دجال يظهر نسك. لو نراجع برنامج اليوم لمعاوية في مروج الذهب للمسعودي، كل ساعتين يقرأ له جزء قرآن، وكان يأتى له بالخمر ليلا، برواية الخمر ليلا، يعني حافظ على مظاهر الإيمان وكاتب الوحي. لاحظ، ويقول لولده يزيد اتخذ من الليل سترا، يعني إذا تريد تسوي مجون وتفسق براحتك بالليل لا تخلي أحد يشوفك، واحد دجال لهالدرجة. هذا مواجهته أخطر من مواجهة يزيد، لأن يزيد متجار بالفسق، أما واحد دجال يذبح بقطنة دموع التماسيح، صاحب مقولة إن لله جنودا من عسل، هذه المواجهة وياه كلش خطرة صعبة جدا. الإمام الحسن واجه هذا الدجال المتغطرس بسلوكه سلام الله عليه، وكان سيدا شريفا. يقول الشعبي: ما ذل العرب حتى مات الحسن بن علي، أو ما عرف العرب ذل حتى مات الحسن بن علي، يعني كد إلى كان هيبة وشرف بين الناس. يقال أن الإمام كان متعود أن يذهب إلى الحج ماشيا، هو والحسين عليه السلام حج مشيا 25 مرة في حياته التي بلغت 47 سنة، حج 25 سنة مشيا على الأقدام. يقال أنه في مرة كان ماشيا وكان في الحجاج سعد بن وقاص وبعض المسلمين راحين للحج من المدينة إلى مكة، فما استطاع الناس وهم يرون الإمام المجتبى يمشي على قدميه إلا ويترجل احتراما له، ومنهم سعد بن وقاص. أخذتهم هيبة وجلال الإمام المجتبى، ما استطاعوا أن يركبوا فرسهم والإمام يمشي على قدميه، فنزل معهم. ثم قيل له: يا ابن رسول الله، إن الناس في مشقة من المشي. قال: لماذا لا يركبوا؟ قالوا: لأنهم لا يستطيعون الركوب وأنت تمشي هيبة واحتراما لك. فقال: أنا وأخي ننحاز عنه. فاضطر هو والإمام الحسين ينحاز عنه
يأخذ طريق مخفي حتى الناس تروح تقدر تصعد إلى خيولها. إلى هالدرجة كان عنده قدسية وهيبة في نفوس المسلمين، والناس كانت تجلهم الحسن والحسين معزة، ولذلك هذا ما يقدر يصبر عليه معاوية وإعلام الدولة الأموية ومن بعدها العباسية، ولذلك حاولوا أن يسقطوه في نفوس الناس. كيف؟ يقول لك هذا رجل ملتهي بلذاته وملذاته ونساء ويطلق ويتزوج بهالطريقة. هذا الأسلوب للأسف، وهذه أخطر ما يمكن أن تواجه الإنسان صاحب المشروع اللي يحاول أن ينهض بالأمة، يصلح الأمة، رأس ماله ثقة الناس، فإذا زعزع ثقة الناس يتعطل مشروعه. ومن هنا عندنا حتى بالفقه عندنا شيء اسمه خلاف المروءة، يجب أن الإنسان الشريف في قومه، إنسان محترم في قومه، يجب أن يحافظ على حيثيته، أنه حتى خلاف المروءة لا يفعله، شيء مباح لكنه خلاف المروءة لا تسوي. لماذا؟ لأن هذا ممكن يعطل مشروعك، ثقة الناس بك إذا تزلزلت ضعضعت أنت بعد تفقد مصداقيتك في الحديث في النصح. هؤلاء اللي يتعاملوا مع الناس رأس مال ثقة الناس، فإذا خسر ثقة الناس يتعطل مشروعه. مو بس رجال الدين، لا، حتى التاجر، حتى الطبيب، واحد طبيب يخسر ثقة الناس من يروح له بعد؟ من يأمن صحته عنده؟ تاجر مثلا، صاحب مطعم مثلا، يخسر ثقة الزبون مالته، بعد من يروح له؟ من يأمن بأكله وطعامه أو بتجارته؟ هذه المسألة هواي مهمة، أنه أنت إذا تتعامل مع الناس وتيجي تكسب الناس مشروعك، إذن ثقة الناس رأس مالك، لا تخسر ثقة الناس. والله أنا ما يهمني أحد، أنا ما أعتني بواحد، ما أدير لا، هذا مو صحيح. أنت ما عايش في غابة، أنت ما عايش في صحراء، أنت لست فوق أن تنتقد، أنت بالتالي عايش مع الناس. أنت يجي يوم أنا ما محتاج أحد، الحمد لله والشكر الله كافيني، هي القصة مو قضية أموال الله كافيك أو منصب يحميك. يجي يوم أنت تحتاج الإنسان، واحد يحتاج الآخر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. الإنسان يحتاج أخو الإنسان، هاي الحياة قائمة على التكاتف، واحد يعين الآخر، واحد يساعد الآخر. يوم أنت أجي أساعدك أنت بكرة تساعدني، أنت تحتاج شغلة أقدمها لك، بكرة أنا أحتاج شغلة. هذه بتثمر الحياة وتنتج وتثرى التجربة الإنسانية. نحن ما عايشين كل من في شرعة الغاب، كل من وحده عايش، لا. إذا ما المفروض الإنسان يخسر ثقة الناس؟ ولذلك عدة في الحكم، ألف صديق قليل وعدو واحد كثير. والله أنت عندك ألف صديق يقول لك مع ذلك قليل، وعندك عدو واحد يقول لك كثير. لماذا؟ لأنه ما المفروض أنت تعيش في هذا الجو المشحون؟ اكسب الأصدقاء واكسب ثقة الناس إيش قد ما تقدر، حتى وإن نقول أنا والله ما محتاجهم، لا هذا مو صحيح، يجب أن تكسبهم. نعم، مرة يجي واحد خلفية هذا النقد العداء الحسد، يعني ما تقدر تصلح هذا الإنسان لأنه مجبول على العداء، إيش قد ما تحاول تتقرب له وتصلح الأمر بينك وبينه هو يصدك. هذا تركه، لا تزعج نفسك وياه، لأنه حسود، مو موضوعي في عدائلك، موقف تجاهه ليس فيه موضوعية، هذا إنسان ترك، كما فعل الإمام المجتبى مع أعدائه، تركهم ولم يعتني بهم وبقى على رسالته، ولذلك بقيت نفسه الطاهرة واستحق احترام جميع من كان حوله والتاريخ أيضا. وهذه رسالة أيضا، أنه أنت تتوجه لك سهام النقد إذا من أعداء حسدة لا تعتني بهم أبدا، وابقى على مشروعك وسلوكك. ولذلك إمامنا المجتبى على قسوة أعدائه وقبحهم وأنهم لم يتورعوا من كل فعل وتهمة أن يلصقوه بها، بقي صابرا محتسبا على سلوكه ومنهجيته،
وإلى أن استشهد سلام الله عليه مظلوما، لكن التاريخ يذكر الإمام المجتبى في أعلى عليين وأعداؤه في بؤس وعار. في تشيع الإمام الحسن عليه السلام يعني الغل والحسد بقى ملاحقة حتى بعد وفاته، لم يرحموا، منعوا أن يدفن إلى جنب جده صلى الله عليه وآله غيلة وحسدا. ومروان يصرح لا يدفن عثمان في آخر البقيع ويدفن الحسن عند جده، لا والله، وراح جاب عائشة أركبها على بغلين وجاءت وصاحت لا تدفنوا في بيتي من لا أحب، وهذا بحث للأسف يعني. لكن بقيت الأمور إلى وفاته، بعد وفاته باقي هذا الغل والحسد. في تشيعة العجيب، في تشيعة أخرجه الحسين عليه السلام إلى البقية، في تشيعة رؤية اللي منه مروان، شوهد مروان يبكي في جنازة الإمام الحسن وهو الذي منعه أن يدفن عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، بكى عليه. الإمام الحسين عليه السلام سأله: أتبكي عليه وكنت تجرعه الغصص في حياته؟ لاحظوا هاي العبارة، قل أنت تبكي عليه وأنت كنت تجرعه الغصص، كنت تزعجه تأذيه تدخل عليه الألم، وكنت تجرعه الغصص في حياته، وهسه تبكي عليه؟ لا أنت تبكي عليه. شو يقول له مروان؟ دعني عنك يا أبا عبد الله، فإني أبكي على من كان يوازي حلمه الجبال. يقول احنا خسرنا واحد حليم عنده حلم، عنده كرم، عنده مجد. لاحظوا هاي الجاذبيات، كل إنسان بالتالي يحرك الإحسان، يحرك الكرم، يحرك المروءة، يحرك عمل الخير. لما تعمل حسن وي إنسان تسوي له جميل مهما كان قبيح وشرير تبقى تأخذ أثر في نفسه، يبقى ينظر لك باحترام. كل إنسان هذه طبيعة الحياة، لعله ما يظهر لك هذا الشيء، لكن في داخل نفسه هو يجلك. لماذا؟ لأنك أنت تمثل الروح الشفافة الإنسانية المترقية، أسعفته، قضيت له حاجة، كرمته، وإن كان لا يستحق، وإن كان مبغضا، وإن كان عدوا، وإن كان حسودا، راح يأخذ مأخذ. هذا التعامل الإنساني من أعظم السبل في إصلاح المجتمع والوصول إلى أنبل الأهداف. ولذلك أنبياءنا العظام، الأنبياء والأئمة، كلهم كان عندهم حس مرهف إنساني مترقي، كلهم كانوا مترقين في تصرفاتهم، كلهم كانوا ذا نبل وأخلاق وكرم. لماذا؟ لأن هذا الأسلوب هو الأسلوب الذي يعيش بين الناس. واحد الآن عالم وما عنده أخلاق، عنده علم وما عنده أخلاق، لا يعني شيئا للناس، الناس تنفر عنه، وإلا حتى لو كان أعلم العلماء. لماذا؟ يقول لك أنت ما لك شيء على الناس غير خلقك الحسن، تعاملك الإنساني مع الناس هو الذي يحبب الناس إليك. وهذه مسألة جدا مهمة بالمناسبة، هذه ثقافة، هذا علم يحتاج له، أن كيف تحبب نفسك في الناس. الآن أكو بحوث، كتب، دراسات تكتب كيف تجعل نفسك الناس تتقبلك، كيف تجعل نفسك ناجح بين الناس، كيف تحبب نفسك إلى الناس، كيف تتعامل مع الناس. هاي دراسات قاعد تصير عليها، ناس عقول تشتغل عليها. لماذا صارت علم هذه؟ لأن هذه هي الأساليب التي تجعل الإنسان ناجح في الحياة ومؤثر في محيطه من خلال تجاربه الإنسانية، من خلال سلوكه الإنساني المتحضر. ولذلك واحد مثل مروان قبل ساعة منع الإمام الحسن أن يدفن عند جده، راح جاب عائشة على بغله وأوقفوا هذا الموضوع أن يدفن عند جده. هو كان راح استعجله وجابه، لكن بعد ما شيع سلام الله عليه إلى البقيع وقف على في تشيعه وأخذ يبكي. ولذلك الإمام الحسين يقول: أتبكي عليه وكنت تجرعه الغصص؟ قال: نعم.
أبكي على من كان يوازي حلمه الجبال. هذه تشعرك بالطمأنينة في وجود هتشي أشخاص، فإذا فقدتهم تشعر بالنقص، تشعر بالاضطراب في وجودهم. الناس مطمئنة، ولذلك هذا واحد مثل الشعبي يقول ما عرف العرب ذل حتى مات الحسن بن علي. ليش؟ لأنه في أيام الإمام الحسن ماكو ملهوف، ماكو ضخايف، ماكو جوعان، ماكو مديون مضطر، إلا ويشعر بالإطمئنان أنه موجود الإمام الحسن، أروح لأقصده هذا الكريم، كريم آل البيت. الناس مطمئنة عزيزة في وجوده. ولذلك سلام الله عليه ما أروعك يا أبا محمد صلى الله عليك وعلى روحك على ما قاسيت وعانيت في حياتك وبعد شهادتك، ولكنك شجرة مثمرة في العطاء وروح طاهرة تجذب الناس من خلال سلوكك في الحياة. صلى الله عليك وعلى أخيك المفجوع بمصابك الحسين عليه السلام. أصل في الروايات عندنا أن الحسين كان يزور قبر الحسن كل خميس، كان يجي كل خميس لعله ليلة الجمعة، كان يذهب إلى الحسن ويجلس عند قبره ويتكلم بهذه العبارات، تنسب إلى هذه الأبيات، يستشهد بها: أدهن رأسي أم تطيب مجالسي وأنت سليب وأنت غريب، أدهن رأسي أم تطيب مجالسي وأنت تريب غريب والبيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب، وليس حريبا من أصيب بماله لكن المصاب بأخيه حريب. يقول مو المفجوع الذي يخسر مال، مو الخسران، الخسران اللي يخسر أخوه. ولذلك كان يأبنه وكان يزوره وكان يعتني به وربى عياله كأنهم أولاده، فدوه في يوم عاشوراء. أسأل الله عز وجل أن يثيبنا بمصابنا بإمامنا المجتبى، وأن نكون أسوة ونتخذه قدوة لنا في حياتنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.